عشان المقدمة ما تقعدش أكتر من كده يعني. لكن في تخصصات كتير، وأهمها واللي بيسعدني قوي وعايزين نتكلم عليه النهاردة، إن إحنا طول عمرنا بنعتبر إن الفن ده كوكب تاني، أو الفن ده شيء يعني في مكان، والحياة اليومية بتاعتنا واقتصادنا وتنميتنا حتة تانية. في حتة تانية. لكن حضرتك قررتي انك انت لا، الفن ده بتاعنا كلنا، بالظبط. الفن ده نستعمله ونستمتع بيه في حياتنا اليومية. فأنا هسيب لحضرتك الميكروفون بقى، تقوليني ازاي نقلتي ده حاضر. للشارع. هو الحقيقة زي ما قلتي إن أنا نشأت في عيلة فنية، وكنت عايزة أطلع دبلوماسية بس اتجوزت بدري، وبعدين اشتغلت في الأمم المتحدة في مجال البيئة فترة طويلة. بس دايماً برسم لأن والدتي خدت الجينات منها، فدايماً الفنانة العظيمة وسام فهمي، فدايماً كنت وقت فراغي بقعد ارسم يعني، وده الراحه، او وقت فراغي من شغلي من دراستي من كل يعني دايما ارسم، بس ما كنتش ركزت. فجيت في يعني من حوالي 10 سنين كده او اكتر شويه، قررت ان انا انقل من عالم التنميه لعالم الفن، وان امشي بقى ورا شغفي اللي هو الباشن بتاعي اللي هو الفن التشكيلي يعني. وعشان اعمل كده انا يعني السي في بتاعتي التنمويه كان بقالها 25 سنه بشتغل في مجال التنميه. صحيح. دخلت ببتدي بقى من الاول بقى بدرس وبذاكر وباخد كورسات فنيه مع كبار الفنانين اللي موجودين في مصر. برضو يعني ده وجود والدتي كفنانه برضو ساعد ان تدلني مين اللي ممكن يساعدني، وانا بقى بعد كده كملت خدتها جد جدا. وبعدين السي في الفنيه بقى ابتدت ادخل معارض تكبر بقى. وجماعيه، وبعدين ابتديت بقى اعمل معارضي الخاصه. بس كان دايما معارضي يعني انا شغلي انا الفني مرتبط دايما بمصر، مصر الحضاره، مصر الفن، الحضارات المختلفه. يعني احنا مصر هي اصل الفن. لو قلنا الفن من ايام قدماء المصريين وازاي كانوا بيحطوا شغلهم، نقلوا لنا التاريخ كل كله حياتهم عن طريق اليوميه الفن. على المعابد. نيجي للفن القبطي، الفن القبطي الايقونات الفيوم والتميز بالذهبيات. ونيجي للفن الاسلامي، حلاوه العماره وحلاوه النباتات والارابيسك لحد بقى ما وصلنا للكونتمبري ارت. فطبعا فاحنا عندنا ثروه من الفن الحديث، وده اللي العالم لازم يعرفه يعني، ده اللي بنحاول نصدره. لان احنا دايما بنتعامل معاه كمستورد، الكونتمبري ارت بنتعامل معاه ان هو جاي لنا من بره. لا 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 خالص، احنا بنتكلم بقى هنا ايطالي فرنسي وهكذا. هو يعني كان فيه فعلا ده، لكن احنا مش ممكن بقى ننسى محمود سعيد بقى. عندنا طبعا اجيال بقى. صحيح. هي الحقيقه يعني تصنف عالميا يعني، مش احنا، هي وصلوا للعالميه. بالظبط. فدخلت عالم الـ يعني الفن بقرار مني انا، وفي عز ما كنت ناجحه جدا في مجال البيئه يعني والتنميه. لما دخلته وابتديت انجح وابقى عامله يعني من ضمن، دي احد اللوحات يعني. الله. في معرض دول لوحتين. ها ده لوحتين فانتازيا مصريه يعني. فانتازيا مصريه. كان ده من اول معارضي، واللي هو بقى انا بشتغل بطريقه فيها حداثه، لكن انا مستخدمه اللوحه يمكن مش باينه قوي هنا، لكن انا مستخدمه كل اللي هي الايكونز او الرموز. ممكن تلاقي رموز فيها كاليجرافي او كتابه عربي. صح. لاني اتعلمت الكتابه العربي، الواو يعني الله سبحانه وتعالى.